ازعاج جلالة الملك في هذا الاتجاه بأننا مع الحل السياسي للقضية الليبية، ومن ثم ضد التدخل الأجنبي بأي قطر عربي وبالأخص ليبيا. هذا مجمل الحديث، وإن شاء الله أنه ستكون هنالك متابعات حثيثة جدا من خلال البرلمان الأردني ومن خلال اتحاد البرلمان العربي على بعض الأمور الإيجابية اللي تفضل بها معالي الرئيس. جينا نريد من المملكة الأردنية موقفها الدولي والعربي أن تدعم الحل السياسي في ليبيا ودعم مبادرتنا التي أعلنت وسميت إعلان القاهرة للتوافق بين الليبيين من أجل تكوين سلطة تنفيذية جديدة ينتهي النزاع في ليبيا عندما تتكون هذه السلطة. وقد وعدنا السيد الرئيس بأن مجلس النواب الأردني والحكومة الأردنية ستقف كعادتها موقفا جادا من أجل خروج ليبيا من أزمتها، وستدعو بعثة الأمم المتحدة لإسراع في جمع الأطراف الليبية للخروج بحل أزمتهم وتكوين سلطة تنفيذية جديدة لا إقصاء لأحد فيها ولا تهميش.